كلاينت بقاله كتير قوي مستني جوه. هو انت مضيف الطيران ولا شغاله معانا هنا؟ سرور. رسول. صباح الخير يا اشيك ما خلق ربنا. انجز يا سرور، احنا عندنا ميتنج عليه جوه. حفاضات اللي هي الكوافير اللي محشيه قطن دي. يا نهار اسود، ده انا مش محضر حاجه خالص. ولا انا. في سلطان كادر، خش عليهم قول لهم الكلمتين، اديهم دمعه كده حلوه، هيصدقوا على طول احنا من امتى بنعمل شغل حلو. معاك حق. طب يلا بينا نخش. ولا اقول لك استنى، اتاخر عليهم شويه عشان نبان ان احنا مهمين. صح. مش يلا ولا ايه؟ لا خمسه كمان. يلا بسرعه بس عشان بتخليك. قول لي يا استاذ سلطان، وصلتوا لايه في اعلان الحفاظه الفصفاظه؟ زي ما حضرتك شايف في الستوري بوردز، انا حاولت اربط ما بين الحفاظه الفصفاظه والام، يعني مدى اهتمام الام بالحفاظات. انا على المستوى الشخصي يعني امي كانت مهتمه وانا صغير جدا بموضوع الحفاظات ده. ايوه، كانت بتلبسها لي لحد ما وصل اولى ثانوي. سرور. كانت بتلبسها لي انا لحد ما وصلت اولى ثانوي. لو قدرنا نلعب على مشاعر الامومه ونستفز النقطه دي عند الناس، اعتقد ان احنا هنقدر نوصل لشريحه اكبر في المجتمع، وبالتالي المبيعات هتزيد. انت واثق من الكلام ده يا فندم؟ اختيارك ليا كمخرج للاعلان اعتقد ان هو اختيار موفق جدا، نظرا للعلاقه الخاصه جدا ما بيني وما بين امي. يعني يمكن الموضوع ده انا حاسه ولمسه بشكل كبير، لان قد ايه امي دي كانت ست عظيمه واثرت فيا. يمكن جالها جوازات كتير بعد ما ابويا توفى، وهي رفضت عشان ما تكسرنيش وتربيني كويس. فعلا الست دي اثرت فيا كتير جدا. ايه ده؟ ايه ده يا سلطان الكلب؟ سيبني يا سلطان هبقى كويس. هي قد ايه ست عظيمه واثرت فيا. ان شاء الله الاعلان هيبقى كويس قوي. سلطان! 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 اطلع واجهني يا جبان! سلطان! ايه يا بنت؟ عايز ايه؟ سلطان جاي علينا قدام الدنيا دي كلها. انا بحب امك وامك بتحبني. على بهجة وهدى، انت سكران ومش عارف بتقول ايه؟ سكران؟ انا والهان، مش انت عايز تحرمنا من بعض؟ طب ادينا ضربنا ورقتين عرس. البس بقى ذكر. واضح يا استاذ سلطان ان والدتك مقصره في حياتك وفي حياه اصحابك كمان. الإعلان طار يا سلطان الكدر. تفتكر؟ إذا كان أمك طارت الإعلان مش هيطير. دي فضيحة.